السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسكرة، وقع حادث مرور خطير صباح اليوم في حدود الساعة 5:00 على الطريق الوطني رقم 3 على مستوى قرية السبع ببلدية البطايا، قرية حمام سيدي الحاج. تمثل الحادث في اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين. للأسف أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى من طرف مصالح حماية المدنية. ربنا يشفيهم يا رب العالمين. الحمد لله على السلامة. لسلامتكم وسلامة الجميع سوقوا بحذر مع تخفيض السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.